في ساحة للعلم كنا نلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وأني قواه مع السلام عبد الله. إن شاء الله ما أنتوا حينو لقندونا مادديني قواعد اللغة العربية فصل كشانات. درس جاني قواعد لقندونا درس الأول الفاعل. هنكور هم دونا بالفاعلكم حوي هاي تسال يا شيسا إيوه إن النقاحنا مركا فاعلكو وبرز مركا هرا فاعلكو بحلو يقانا في صومالي دلو بدلو فالصمي الشيء قاعد الصمي سايا لو يقانا فاعل سؤال هانا دي أنقراعو ميسكا وحلا ذا هاي ضرب المعلم السبورة صالحان حالك وح قرعي السبورة دي عدة وح قرعي ومعلنك قرعي تانكونا وفعلك تلا قرعينا مفعول بلد هون قردونا مركا فعلك وفلسمية تعريف كيسو حويا تعريف الفاعل تنو قحنو هو فعلك اسم ومقع مرفوع قدن تقدمه كاسو كهر مريم وكهر ريو فعل فعل با كهر ريم ودل وحو كتسي مركا على الذي كيبو كتسنيا فعل سمية الفعل فعلك فعلك وحو كتسنيا عدي سميسي فعلك واتسالة هانا دين تسالة سوق هذا النو مركو يلي اسم هل كاو حكب حيا فعل كي حرف كي وفاعل من نقضان فاعل كو اسم كو وانا مرفوع ومد كذن منصوب يو مجرور كي ما شك بحيا كي ولا هوس دقي كي نكر دقي فاعل كو حكه ري فعل وتصالة هان لك أو حديد يا هدي هل كائن هذا دقنو اسمي زيد كلي هل كائن دقنو دفاع النقل ماي وين فعل له الرئيسية والصمينتية مركب حكي هو فاعلك اسم ومقع مرفوع جدًا أو تقدمه وكهر مري فعل فعل بكهر ريا ودل له كتسية على الذي كيبو كتسنية فعل السمية الفعل فعل كسمية الأمثلة تساليش قلب قلبات ضرب وح قراع زيد نك زيد لدها قطة بصدب قراع أو بصدب دليل ضرب وفعلك وصمينتي زيد وفعلك وكي سميه قرعتانك قضة نوحويا تيلا قرع مفعول بعدين وقردونا باش نوصعنا وزيد وفعلك وسطو حنوق على مدي سأرد يقو قرطين ويهي كلوتش هذا زيد زيد هرتوى اسمي وانا مرفوع وقضية زيد حركة واتكام مغطة دادو فيرسوتو وحكوه الرياء اسمي زيدة فعل باكوه الرياء ضرب وحكوه تسنية ودل على الذي فعل الفعل وحكوه تسنية عدي سميسي فعلك وحويا عدا فعلك سميسي والزيد كراعيتانك عدا بسدن كراعي والزيد يا هبل محمد هلك اسكتاكن هلو سواق بسن ميسو ربي بسد بلادي لي وايو حلوش عدا وحكرا عدن يتاي زيد تصارع عن لمده يكتب محمد الدرس يكتب قريا محمد المحمد قريا الدرس عشر كيف قريا فعل كيمي ومحمد حدكو قرانسا وحكو ريا فعل كي ويكتب وفعل مضارع ايوه لو حكلو كتسنة يا عدة سميسي فعل كنلو يهي محمد هذا أنا مكها فعلك هذا دا نكبر لا يكتب يكتب الدرس وجملة خلدان صابته فعلك ومقيه وين هتا يكتبه كمان فعلك كنت محمد الدرس تساله إن صدحات وحويا خرج وبحياة المعلم عليك وتجي إذا تكتواي تنك سميسي ومعلمك سادرتيد وفاعل وأنا مرفوعة الضمادي كمقطع وأنا اسمي
حتي ذهبت البنت إن أنت وي تكتي هاي فاعلك بحوي البنت حتو قرنا سا كو أرتا البنت هو اسمي لب هو مرفوع نقصوني فاعلك هو اسم مرفوع فعل كان تجتان كعدة سميسي وإن أنت ذهبت البنت إن أنت وي تكتي وفعل ماضي فعلك كوريا أنت سوحويا تعريفك أن هو تعريف أنه اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل أن تصالياشنا وحن سوق أنه ضرب زيد قطة يكتب محمد الدرس خرج المعلم ذهبت البنت وقياس قالها له تادقو أنت فعلك كانتو كو فعلك نكوحج مفعول كنا وشيء جيس قال لوس سمي فعل كود العيو وتكاني كرتسي الدرس وكلا قضة وكلا مركا نقصلو إعرابية هادو مكلا إعرابي يصيرلو إعرابية هادو اسم مفرد أيها يسكن وكلا هذا زيد محمد المعلم البنت وهل ورف عنده ضمة ظاهرة سنهرة وقصوا مرة عشرة نهرة اسم مفرد هادو فاعل كنقضة وهل غرف يا علامات الاعراب كان كهلني وحن سو مري ميرا ضبط الغرف عينه كم دهي الاسم المفرد هذا بايك الاعراب وحن سو قاد ضرب سكتي وفعل ماضي وحن جيدا ما انت اعرابنا زيد زيد وحن هو فاعل وتو فاعل وكيش فلكن سمي قراعده وانا مرفوع هرن سو دغن فاعل كيهي مرفوع وانا تعريف كو سو مري وعلامة رفعه الضمة أنا أود لو رفعينا ومحي وضمة صوبته واسمي مفردة وكتسنية هل نوكلية ويحكي وقيس وقياس قادة على ذلك كاو وقياس قادة تصال يا شخص انت أوكالي أرضي وين سكودة ينو كينو وشملة يساقو ديسو كو فعلك كينو كدنا فعلك كوحجيو قاب كاسو كالي يلا دوي أرضي كاستاينو السميو بالله التوفيق إن شاء الله تعالى كان يكون شو عشرة كو وهكذا من دون أكسس كيسي ولا لسكي يمدري دونا إن شاء الله حسب دمره.